السلام عليكم، مرحبا بكم معنا فيديو جديد على قناة كوكتيل شانيل. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الحلوى على شكل قرقاعه باربعه ديال المكونات، وهو بدون بيض، ما فيهاش البيض بالنسبه للبنات اللي ما كيبغوش البيض في الحلويات. المقادير غنحتاج 125 غرام ديال الزبده بحراره المطبخ، غادي نحتاج واحد 200 غرام ديال الدقيق الفورص، وغادي نحتاج نص كاس ديال العنبه ديال السكر سنيده، وغنحتاج جوج ديال مثلثات الجبن لاماك اللي عندكم. صافي، دابا غادي نخدم هاد 125 غرام ديال الزبده مع جوج ديال الفرماجات مع نص كاس ديال السكر سنيده. دابا غادي نبدا نضيف الدقيق شويه شويه، المهم ديروا قدامكم 200 غرام ورجعوا شوفوا واش غادي تكفيكم ولا تزيدوا عليها او تنقصوا. صافي البنات، انا درت 200 غرام اللي عبرت هي نفسها اللي درت في هذا الخليط، غتخليوها بحال هكا رطيطبه. دابا غادي نديروا واحد اللاطه مفرشه بالبابيسي الفريزي ونرجع معكم. دابا غادي نكوروا هاد العجين ديالنا كويورات صغار في الطاقه الذهبي، وغادي نرجعوا نديروها بحال شي على شكل اوفال، يعني بحال شي بلوطه صغيره. صافي، وكنجيب الموس وكندير ثمن واحد الربعة ولا خمسة ديال التفليحات هكا كنفلحوها، ما تدخلوش الفلحات بزاف غير هكذا. صافي، وكنحطوها في لاطا، ماشي ضروري دهنوها، ماشي ضروري ديروا البابي، يعني هي راه فيها غير الزبده ما غادي تلصق ما والو. صافي البنات، كما شفتوا بحال هذه الطريقه كنديروا شكل بيضاوي، وكتفلحوه بالسكين باش كيعطي داك الفورمه ديال القرقاعه. دابا غادي نطيبها من التحت على درجه ديال 180 درجه ونرجع نحمرها ونرجع معكم للتزيين. صافي، من بعد ما طابت الحلوه ديالنا كما قلت لكم، ملي كتفلحوا يعني ملي كتدخلوا السكين بزاف كتبقى داك لي سباس كبير، حاولوا غير تفلحوهم باش يجيكم غير هكذا، يعني غير الشراط اللي باينين. دابا بالنسبه للتزيين، انا اقترحت غادي ندير كاوكاو محمر ومهرمش وشويه ديال المربى باش غادي نلصق كل جوج لصقهم بالمربى. يمكن لكم ديروا الشكلاط والكوك ولا الشكلاط وكاوكاو، او ديروا المربى والكوك، انا درت المربى وكاوكاو. صافي، دابا كما شفتوا كندير المربى، كنلصقهم بحال هكا وكندير شي شويه ديال المربى هكا في الجناب، عاد ندوزهم في كاوكاو، كنديرهم هكا في كاوكاو من الجناب. كيجيو بهذا الشكل هذا. غادي نستمر نلصق هاد كل جوج حبات بجوج ونشوفكم في طبق التقديم. صافي البنات، الشكل ديالها هكا كيجي، كنديروا الجنب كما قلت لكم، كندهنوا بالمربى، وكان يعني كنديروها في الكاوكاو محمر في الجنب ديالها. داك المربى اللي كيشيط هو اللي كنديروه، المربى اللي درت انا ديال المشمش، يكون داك يعني المربى اللي كيكون جاري، راه كتجي هشيشه بزاف وزوينه وفيها داك المذاق ديال الفخوماج اللي درنا. جربوها ان شاء الله وردوا عليا في الكومونتير. كنتمنى ان شاء الله الحلوه تعجبكم، ونشوفكم فيديو جديد. بسلام عليكم.